أهلا بكم إلى تفاصيل. التاسعة قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة تفقدية لمتابعة احتياجات أهالي منطقتي الرفاع الشرقي والحجيات، وذلك ضمن سلسلة زيارات سموه التفقدية لتعزيز التواصل الميداني لمختلف مناطق المحافظة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمحافظة. وخلال الزيارة التفقدية أكد سمو المحافظة على متابعة احتياجات الأهالي في الجانبين الخدمي والتنموي، والتي تم رفعها مسبقا كتوصيات للجهات الحكومية المعنية خلال المجلس التنسيقي، حيث اطلع سموه على المشاريع المتعلقة بتطوير العديد من الطرق بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار، مؤكدا سموه أن متابعة احتياجات المواطنين والمقيمين تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي للدفع بعجلة التنمية.